مشاهدين ما يبقى من التدخلات الفنية والبرامج العامة تحت عنوان إعادة تعيين القيم. يقام معرض التجمع الشبابي حيث استحوذ مجموعة من الفنانين والمبدعين المقيمين في الإمارات على مركز جميل للفنون، وذلك لمدة أسبوعين، والذي بدأ من 30 أكتوبر وحتى 16 نوفمبر الجاري. للتعرف على المزيد نشوف ويا بعض هذا التقرير. أهلا وسهلا فيكم بمركز جميل للفنون. مركز جميل للفنون هو أول مؤسسة للفنون المعاصرة في دبي، وبـ 2018 فتحنا أبواب المركز بتعيين أول تجمع شبابي بيضم 9 أعضاء من الفنانين والمبدعين من الأعمار بين 18 و 25 سنة. التجمع الشبابي الأول كان هدفه أنه يساهم بتعزيز المركز الثقافي لمركز جميل للفنون وتمكين الشباب المبدع في دبي والإمارات. التجمع الشبابي الثاني لسنة 2020 هو أيضاً بضم 9 أعضاء من الفنانين اللي من شهر واحد لحد الآن كانوا بيبحثوا بعدة مواضيع فنية. تم عن طريق تكليف 25 فنان آخر من دبي أيضاً، من المقيمين ومن الإماراتيين، عملوا 18 عمل فني يتم عرضه اليوم بمركز جميل الفنون. الموضوع اللي اختاروه الشباب لهي السنة هو موضوع إعادة تعيين القيم. التفكير بهاي اللحظة بظروفها الخاصة بطريقة لنعيد تفكير الأشياء اللي احنا بنعطيها أهمية بحياتنا. هذا الثيم أو هذا الموضوع هو اللي أنتج 18 عمل فني قام فيهم الشباب ليسلطوا الضوء على مواضيع مختلفة موجودة عبر المركز. طبعاً عندنا من ال 18 عمل الفني موجودين بالاستحواذ الشبابي لهي السنة، من الأمثلة منها عمل للفنانة زهور الصايغ بعنوان نأسف على إضافة السمك إلى السلطة. العمل بيتحدث كثير عن كيف بكل الثقافات وبأغلب الثقافات منها الثقافة الشرقية النساء هم حاضنات الضيافة والرعاية في المجتمع. العمل عبارة عن بطانية قامت الفنانة بإعادة تخيطها وعرضها بالطريقة اللي بنشوفها اليوم في المركز. كمثال آخر عندنا من ال 18 عمل فني اللي بنعرضهم خلال الاستحواذ الشبابي لهي السنة هو عمل من الفنانة جوبيكا برافين، تم تكليفها عن طريق عضوة التجمع الشبابي تسنيم طيناوي. العمل بيتحدث كثير عن طبيعتنا، عن علاقتنا بالطبيعة كبشر، وعن كيف أنه البشر مثلاً بإنعكاسهم بالطبيعة ممكن يدمروا الطبيعة على استهلاكهم أو استعمالهم للمصادر الطبيعية بطريقة غير مستدامة. الاستحواذ الشبابي راح يضل موجود بمركز جميل الفنون ل 16 نوفمبر. بنأمل كل الزوار يجوا يشوفوه، يتعرفوا على الأعمال ويتعرفوا على الفنانين المشاركين، وأيضا يصير في تفاعل بينهم بين هاي المواضيع.